السلام عليكم. نبدأ قولي بسم الله، إن شاء الله قاعد تكونوا بصحة جيدة. اليوم جبت لكم تحلية باردة اللي هي تحلية البرتقال. واش نسحقوا فيها؟ زوج كيسان تاع تينا ولا عصير البرتقال معصورين وصفيتهم، ونسحقوا فيها عبارة 4 مغارف تاع السكر، 2 مغارف تاع مايزينا، حبة تاع بيض ولا دجاج، مغرف تاع زبدة. هذه كطبقة أولى. طبقة تانية نستعملوا قطو اللي كان عندك في المنزل. وطبقة ثالثة هي عبارة على فلان، بصح نزيدو له مغرف تاع نشا. واش نسحقو فيه؟ مايزينا، نشا، وزوج كيسان حليب. روحو باش نبداو الطبقة الأولى. واش نديرو؟ نجيبو طنجرة ولا كسرونة، نحطو فيها دوك 2 كيسان تاع عصير البرتقال معصورين وصفيتهم، ونزيدو فيها تانيت 4 مغارف تاع السكر. انا حبيت باش نقيس لكم بالكاس باش تشوفوا باللي كعبر نص كاس تاع السكر، ونزيدوا لها 2 مغارف تاع مايزينا اللي هي عبر 4 كاس تاع السكر تاع مايزينا. واش نزيدوا لها تانيت؟ نزيدوا لها ديك الحبيبه تاع ولاد الدجاج، ونحركوا كلش حتى يمتزج معنا مليح الخليط وتذوب لنا هذيك المايزينا. ومن بعد واش نديرو؟ ندو الكسرونه ولا الطنجره تاعنا فوق النار قليله، ونقعدو نحركو حتى يتقال لنا الخليط ديالنا. في هاد الاثناء نعاودو نحوه من النار. واش نزيدو له؟ نزيدو له مغرف تاع زبده. هنا استعملت هذه فلوريال، اللي عندها زبده حره يكون الذوق تاعها ما خير. نحركو الزبده فوق الكريمه تاعنا وهي سخونه حتى تذوب لنا الزبده. هاي ليك، هنا راهي ذابت لنا الزبده تاعنا. واش نديرو؟ نروحو نحكمو، نجيبو امول ولا سنيوه ولا اون اسيات باش نفرغو الكريمه تاعنا ونخلوها تبرد. هاي ليك، انا استعملت هاد المول، نفرغ فيه الكريمه تاعي. ومن بعد واش نديرو خياتي؟ هنا لازم نغطوها بفيلم اليمونتير ولا ساشي، بصح كي نغطوها لازم هذاك الساشي ولا لو فيلم يقيس في لاكريم باش ما ديرناش القشره من الفوق. هاي ليك، هنا استعملت لو فيلم، نلصقو في الكريمه ونخليه يبرد بجه. ومن بعد هنا نروحو باش نوجدو الطبقه الثانيه اللي هي كريمه الفلون. واش فيها؟ 2 كيسان تاع حليب، باكي تاع فلون 50 غرام فلون فاني، وملعقه تاع مايزينا. واش نديرو؟ نحطو نفرغو هذاك الكاس الاول تاع الحليب، نزيدو الكاس الثاني، ونزيدو معاه المغرف تاع مايزينا. وهنا خياتي كملاحظه، المايزينا كي نخلطوها مع السوائل سواء حليب ولا ماء لازم يكون بارد في بارد باش ما ديرناش الحبيبات. ونزيدو الباكي تاع الفلون من الفوق للخليط تاعنا، ونحركو حتى يمتزج معنا الخليط كامل وتذوب لنا هذيك المايزينا. وهنا بعد ما خلطنا مليح وذابت لنا المايزينا تاعنا، ندو الكسرونه تاعنا فوق النار ونخلوه يطيب كي الفلون عادي. هنا بعد ما طاب لنا الفلون تاعنا، واش نديرو؟ نجيبو غراف ونبداو نعمرو في لي فيغين تاعنا. انا هنا علاش استعملت الغراف؟ باش لا كونتيتي ولا الكيل تاعي تاع الفلون يجي كاع مستوي، صافي لي فيغين تاوعي يكونوا كاع عبر واحد. هنا بعد ما عمرت لي فيغين تاوعي نحطهم كاع بجيه، ونروح نعاود نولي للكريمه الاولى، كريمه البرتقال بعد ما بردت. نحطها دون زان ريسيبيون ونحلها بالفوي. اللي عندها باتر تستعمل باتر، تكون طريقه اسرع. في هذه المرحله خياتي انا هنا الكريمه استعملتها عادي، ما زدتلها والو. اللي ما يحبش لاسيد تاع البرتقال يطلع اون كريم شانتيي اللي هي كاس شانتيي بكاس حليب، ويخلطها مع الكريمه بعد ما برتبرد، ويتحصل على كريم ديبلومات ذوق البرتقال. انا هنا استعملتها عادي وحدها. واش نديرو؟ نعمروها في اون بوش ونخلوها بجه،
واش نروحو نديرو دوكاتيك؟ نديرو نوجدو الطبقه تاع البسكوي. واش نسحقو فيها؟ نسحقو فيها اي غاطو اللي كان عندكم ولا بسكوي اللي كان عندكم متوفر في المنزل، ما يديش كميه كبيره. انا لهاد لي فيرينغا سحقيت غير ربع حبات غاطو. نجيبو ايناسيت نحطو فيها الغاطو ونبدا نفتت فيه بيدي. اللي عندها روبو ديرهم في الروبو، زوج دورات ولا ثلاثه يتفتو. هامليك كيما راكم تشوفوا، هاني فتتهم بيدي. ومن بعد واش نديرو؟ بعد ما نكون فتتهم نجيب مغرف ونبدا نوزع الخليط تاعي كطبقه ثانيه فوق الطبقه الاولى اللي هي الفلان بعد ما يكون برد شويه. هاي اللي كندير العمليه هذه على كاع لي فيغين. بعدها واش نديرو؟ نروح نجيب كريمه تاع البرتقال اللي خليناها بتيه ونبدا نوزعها كطبقه ثانيه. هاي لي في هذه المرحله خياتي اللي يكونوا عندهم لي فيغين طوال يقدروا ما يتقيدوش بالعمليه تاعي، يديروا الطبقه الاولى تاع فلان ومن بعد غاطو ومن بعد كريمه البرتقال ومن بعد يعاودوا نفس الشيء فلان غاطو كريمه البرتقال. برك ما بين كل طبقه وطبقه يخلوا الكريمه تاعهم تبرد. هاملك خياتي نعمر مليح لي فيغين تاوعي حتى للسطح، ومن بعد نجيب هاد الاداه ونسوي السطح ديالي بالطبع. هايليك بعد ما سويتهم كامل ما ننساش خياتي نظف لي فيغين تاوعي باش تكون الخدمه تاعي بيان بروبر ونقيقيه. ومن بعد كمرحله اخيره نروحو للتزيين. واش نسحقو؟ نسحقو باش نوجدو كريم شانتيي اللي فيها كاس تاع غبرة شانتيي مع كاس تاع حليب بارد، نضربوهم مليح وكان تحصلوا على كريمة شانتيي. هنا واش نزيدو نديرو؟ نحكمو ان بوش نديرو فيها ان دوي. في هاد المرحله خياتي اللي ما عندهاش لا دوي ما تكلفش روحها، تعمر الكريمه تاع الشانتيي تاعها في لابوش ودير لي زيكزاك ويجوها شبان. انا هنا عمرت الكريمه تاعي في لابوش اللي كنت درت فيها لا دوي. هاي الكريمه تاعي جات متماسكه كما راكم تشوفوا. من بعد نروح باش نشبح لي فيغين تاوعي. انا اكتفيت هنا بوريدات صغيورين والتزيين بقى اختياري، كل وحده تشبح كيما تحب. هامليك درتهم كاع ساير داير وزدت درت لهم دي ترونش تاع البرتقال للتذكير بانه هاد لي فيغين مخدومين بذوق البرتقال، ونحطهم في الثلاجه يبردوا. وفي الاخير خياتي وبنياتي هام لي فيغين تاعنا بعد ما بردوا الله الله، واش نقول لكم؟ يمسحوا على القلب. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وفي امان الله وحفظه.